بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.
وفي موسى إذ أرسلناه
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أو مجنون
أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا